مخزن للطاقة. أيضاً في عنا اللي هو ريموت مونيتورينج. الآن مشكلة قراءة العدادات هي مشكلة كبيرة جداً. الآن ممكن أن نعمل العدادات الذكية التي تستطيع أن تعطي المعلومات ليس فقط القراءة، المعلومات الكاملة عن المستهلك للموزع أو مصدر الطاقة. فنستطيع أن نراقب بما في الباور فاكتور، بما في معدل الاستهلاك، الترند عنده أو اللود كيرف للمستهلك، كيف معدل استهلاكه وتأثيره على البيك فاليو للشبكة. في عنا أيضا الفيدر سويتشز اللي ممكن إنه يتم التحكم فيها من خلال أيام مختلفة، وسمارت بيلدينجز اللي هو محورنا الثالث حيكون بعد قليل. أتمنى أن الوقت معي أجاب ممتاز. اللي هو الآن يجب أن نفكر بالمبنى الذكي. المبنى الذكي هو يربط المدينة الذكية من خلال الشبكة الذكية، ويمكن التحكم بالمبنى. كل مبنى بعد شوية نشوف كيف يمكن أن نحول المبنى إلى مبنى ذكي. فالشبكة الذكية تتفاعل مباشرة مع العمارة أو المبنى الذكي بحيث أن نقوم بتحقيق الأهداف التي نرغب فيها، وأقل المخاطر وحل المشاكل بطريقة تضمن الحياة المريحة للمواطن. كيف أو ما هي المجالات التي يمكن أن نطبق فيها الشبكة الذكية؟ أولاً سمارت ميترينج اللي هو وجود السمارت ميتر أو العداد الذكي اللي هو يعني يوجد فيه وسيلة اتصال إلكترونية مع المزود. ديستريبيوتد جينيريشن، وهذا البارح سمعنا كثير من المحاضرات عنها، انه اليوم عندنا الانتاج لم يعد مقتصرا على محطه مركزيه، اصبح لدينا اكثر من مصدر ويمكن ان تشبكها، ولكن الان يجب ان يتم عمليه الربط فيها ليس بطريقه المواعيد على الساعه كذا بشتري من الاردن، او الساعه كذا بشتري من مصر، الساعه كذا بشتري من اسرائيل. ممكن انه الشبكه الذكيه يكون فيها قرار حكيم متى يكون الارخص لي ان اشتري من الاردن، او ارخص لي ان اشتري من اسرائيل، متى يكون افضل لي ان ابيع الاردن او ابيع اسرائيل او ابيع مصر. فهذه العملية تحقق الجدوى الاقتصادية، بدل ما أن يكون دائماً مستهلك أو أن في موعد معين لازم أشترك مع الشركة الفلانية، أو إذا إلي عندي أكثر من مصدر للإنتاج متى يعمل هذا أو ومتى يعمل آخر. Renewable Energy هو الأساس في حديثنا، أنه الآن وجود مصادر كثيرة للطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الشمسية، طاقة الرياح يعني لحد الآن لا يوجد أي دليل على أنها مجدية في بلادنا، طاقة شمسية مجدية، فيمكن إنه نتحكم في هذه العملية بشكل ذكي جدا، لأنه وجودها كما سمعنا بالأمس إنه ممكن إنه يعمل لنا مشاكل في الشبكة، disturbance، ولما عندنا instability، وهذه يجب أن نكون ذكيين جدا للتعامل معها، فيمكن أن تسخرها بطريقة أو بأخرى بحيث أنها تحقق الفائدة الأعلى للمستهلك و للمنتج. الالكتريك فيهيكلز حدث عنها قبل قليل، السيارات الكهربائيه. سمارت مونيتور اند كنترول، ان يتم عمليه التحكم بالشبكه بطريقه ذكيه، يعني كل العمليات لا يجب ان تتم بطريقه ليست يدويه وليست بطريقه مبرمجه مسبقا، ان تكون بطريقه فعاله. سمارت بيلدينج المحور الاخير، ولارج ستورج، والان دراسات كثيره جدا تبحث عن ما هي الوسيله الفعاله لتخزين الطاقه، لانها هي افضل طريقه لحل مشاكل كثيره في الشبكات. الان الشبكه الذكيه تتعامل مع مجموعه من القضايا اللي هي في الادفانس كومبوننتس اوف سب سيستمز، البنيه التحتيه في الشبكه اللي هي ادفانس انرجي ستورج. الان دراسات كثيره عن البطاريات، بطاريات تتميز بالإفشنسي، الديورابل، عمرها طويل جداً، very fast يعني، ومشاكلها قليلة جداً. تعرف أكبر مشكلة الآن نواجهها مشكلة البطاريات، لأنه البطاريات اللي لحد الآن
هي تنهى عمرها الافتراضي القصير، بعضها تعاني من مشاكل في عملية الشحن، يجب أن تشحن بطريقة معينة وإلا أنه سيكون أدائها سيء جدا. فلهذا البحث الآن والدراسات في العالم عن هذه البطارية الفعالة، وأيضا استغلال السيارات الكهربائية كوسيلة تخزين لاحقا. و الآن بعض الدول في العالم أصبحت تستعمل ووتر بامبنج، يعني ما يكون عندك فائض في الطاقة مثلا من الويند أو من السولار، ممكن إني بدل ما إني أضع الشبكة ويعمل لي مشاكل إني أستغله في ضخ مياه إلى مناطق عالية جدا، وعندما يكون لدي عجز إني أقوم باستغلالها بخلال التوربينز، إني أعمل يعني مايكرو هايدرو باور ستيشنز اللي هي تكون الفعالة جدا والتحكم فيها بشكل مناسب. الـ Advanced Metering Infrastructure، وهذا أعتقد أنه ضروري جداً أن تفكر في جميع شركات النقل الفلسطينية، أنه الآن العدادات انتقلنا من العداد الميكانيكي أو الكهربائي إلى العداد الإلكتروني مسبق الدفع، ولكن الآن أنا أنصح كل الشركات أن تنتقل إلى الـ Smart Meter، هو الذي يشبك على الإنترنت، وأن يكون لديه ميزات، يعني أنه ما نستعجلش أنه أعمل تخطيط ما هو العداد الأنسب بحيث أن تكون جاهزاً للمراحل القادمة في المستقبل. أخوانا في الطباصة الآن، وأعتقد أنه شركة كهرباء القدس حسب معلوماتي أنه بدأت في هذا الموضوع، ولكن كما قلت ليس فقط القراءة الإلكترونية، هي تزويد معلومات وإدارة وتحكم كامل. Advanced function اللي هي زي ما حكينا اللي هي مثلاً الريال تايم اللي برايسنج، إنه أنا المواطن يعرف من خلال الساعة إنه الساعة مثلاً بعد الساعة 12 بالليل إنه سعر الكيلو رح ينزل بشكل فعال، أو إنه والله إنه في أوقات محددة لما يكون عندنا عجز في الطاقة في وقت الذروي إنه البيت سيرتفع السعر، فالمواطن سيتصرف بطريقة ذكية جداً، سيتعلم هذا الوقت. يعني لو تيجي تقول للناس الآن إنه سلك البيت تغسليش الساعة 12 ظهر، شو بيجبرها؟ لكن إذا كانت تعلم إنه سعر الكهرباء الساعة 12 ظهر رح يكون غالي، مش رح تغسل، رح تغسل الساعة 6 مساء 10 بالليل، أي وقت تاني هو يكون سعر الكهرباء، يعني بكل بساطة يعني ربة البيت العادية ستفهمها، من خلال شاشة المعلومات الموجودة على الساعة تستطيع حتى ربة البيت أنها تقوم بإدارة الأحمال. أكل كلود كاركترستكس، إحنا نحصل على معلومات ليست أدرج كما هو الحال عندنا الآن، وإنما معلومات أونلاين دقيقة جدا نستطيع أن نتخذ القرارات الحكيمة من خلالها. Outage Detection and Restoration، في حال حدوث أي خلل يستطيع الشبكة الذكية أن تعرف أين حصل ومتى ولماذا وكيف يعاد بدون الحاجة إلى فترة طويلة جدا للعمال والفنيين إنهم يبحثوا عن المشكلة. Increase the reliability and detecting fault early، وهذه قضية مهمة جدا نتوقع المشاكل لاحقا. الكريبتوفيجل، اوكي ماشي حاول بسرعة، إذا معناته الكريبتوفيجل أيضا حتى شحن السيارات الآن، الشاشات على السيارة موجود عليها معلومات متى وكيف افضل لك ان تشحن سيارتك بالليل، مثلا انه تحط السياره اول ما تروح على الساعه 5 تحطها بالشاحن، هو بتحطها بالشاحن لكن هي مبرمجه انه بلش الشاحن الساعه 11 بالليل لما يفصل الكهرباء. المباني الذكية،
بتعمل المباني الذكيه اليوم انه لو عرفنا انه 65% من الطاقه المستهلكه في فلسطين تقريبا هو مستهلك المباني. اكبر مستهلك هو المباني. والفاقد كبير جدا ويست اوف انرجي في المباني، يعني عندنا مبانينا ليست معزوله، مبانينا تستهلك طاقه بطريقه غير فعاله وبطريقه غير ذكيه على الاطلاق. فلهذا احنا يجب ان نتجه الى الشيء الاخر وهو سمارت بيلدينج. سمارت بيلدينج وكما التعريف اللي امامكم ميك ذا اوكيوبانس لوك ستيوبيد، اذا كان عندنا تستهلك طاقه بطريقه سيئه جدا فيو لوك ستيوبيد بكل بساطه. للاسف هذا الوضع اللي عندنا ان كنا، فيجب ان نتصرف بطريقه ذكيه جدا. فالمبنى الذكي هو مبنى يزيد الفعاليه ويعطينا القدره على اداره المبنى والموارد والاحمال الموجوده لدينا، ليس فقط في الطاقه، في الطاقه في المياه وغيره، بطريقه فعاليه بشكل اكبر، ونستطيع التصرف في الحالات المختلفه. الان ما هي المجالات التي نهتم فيها؟ هي انرجي افشنسي وهي الدرجه الاولى، والمجال للتوفير الفعال فيها، لايف سيفتي سيستمز اللي هي مثلا فاير الارم وغيره. يعني اليوم تستطيع بكل بساطه انت تكون في عملك وياتيك مكالمه اوتوماتيكيه من البيت انه احنا انه في حريق. الدفاع المدني يتلقى نفس الاشاره الالكترونيه، الاسعاف حتى لو لم تكن موجود في البيت او كنت نائم. يعني تجد انه الدفاع المدني وصل قبل ان تعرف انه في بيتك حريق. التليكوميونيكيشن سيستمز بمختلفها، والاوتوميشن انه كثير من الامور تتم بطريقه اوتوماتيكيه. ماذا نحتاج؟ يعني حتى نعمل البنايه الذكيه يجب ان تكون معظم الاجهزه والانظمه الموجوده عندنا مشبوكه الكترونيا بشكل او باخر مع محطه مركزيه او جهاز مركزي يسمى BMS Building Management System. كمبيوتر صغير مبرمج كل الأنظمة عندك، أنظمة الحماية، أنظمة الطاقة، أنظمة المياه وغيره مشبوك فيه، وهذا يقوم باتخاذ القرارات الذكية بسرعة نيابة عنك. يعني إذا المكيف اللي عندك عماله ببرد غرفة بشكل زيادة عن اللزوم هو بتحكم بالحرارة، إذا غرفة مضوية وما فيها حدا بطفيها، إذا أصبحت عندك الطقس تغير ومثلا ارتفعت درجة الحرارة بشكل كبير وإنه ما فيش عندك شيلينج هو بيكون بإغلاق الأباجورات أو البرادي الستائر بحيث إنه يخفف الجير، تشبكوا مع المياه، تشبكوا مع شركة المياه، يتحكم في تزويد المياه في المبنى، أيضا مع أنظمة الأمان، كاميرات المراقبة وغيرها. طبعا أي طريقة من وسائل الاتصالات ممكن إن احنا نقوم بهذه العملية. الآن مين الأشخاص المسؤولين عن هذا العمل في تحديد المبنى الذكي؟ مجموعة من كل الناس اللي بيشتغلوا في صناعة الأبنية والإنشاءات، ويمكن احنا كمهندسين بناء أكثر ناس نستطيع أن نتعامل مع الأمور كلها. يعني ويشارك فيها الاونر المالك والمعماري والمهندس الكهرباء والميكانيك والانشاءات وغيرها. الان في عندنا الانتجريشن التكامل، انه هذه الامور يجب ان تتم بطريقه متكامله. وامبارح كان في الوقت في المحور الثاني كان دكتور زميلنا الدكتور مهند تحدث عن طريقة التصميم المتكامل للمباني وكيف يجب أن نأخذ جميع الأمور سوية. فمثلا هنا في مجال الطاقة، يعني إدارة الأحمال، التحكم في شبكات التدفئة والتبريد، التحكم في الإنارة، المصاعد، أنظمة مكافحة الحرائق وأنظمة الإنقاذ، الاكسس الدخول والخروج، يمكن حتى تضمن انه ما يصيرش عندك اي اختراق من قبل اللصوص او غيره، التحكم بالمياه ومراقبه شامله لمده 24 ساعه بالاسبوع باليوم الاسبوع. فاحنا حتى نستطيع ان نصل الى هذا الشيء يجب ان يكون عندنا المبنى يتصرف بطريقه اوتوماتيكيه ذكيه جدا ويتعامل بتكامل مع جميع الأنظمة.
يجب ان نبدا نفكر بهذا البي ام سيستم، وهذا البي ام سيستم ليس فقط يتحكم بالمبنى وكما ذكرنا هو مشبوك الكترونيا مع الشبكه الذكيه ومشبوك الشبكه الذكيه مع البلديه الذكيه. فهذه العمليه بتساعدك في قضايا كثيره جدا. يعني اعطيكم مثال واقعي وعن دراسه او بحث عملناه قبل سنتين، انه مثلا مدينه طول كرم بتعاني من قطع الكهرباء. السبب انه بالصيف احنا الحمد لله اصبحنا مرفهين، كل الناس ركبوا مكيفات. طبعا طول كرم الطقس بالصيف صار غير طاق بسبب الرطوبه العاليه جدا، ف الارتفاع في الاستهلاك بالصيف اصبح خيالي. بتعرف انه الشركه القطريه الاسرائيليه تعطي حد اعلى للاستهلاك في كل مدينه او كل مستهلك او كل شركه، وعندما تعمل المكيفات خلال الساعه 11-12 ظهرا نتجاوز الحد المسموح له، فتقوم الشركه القطريه فورا بقطع الكهرباء عن المدينه 3 أو 4 أو 5 ساعات. يدمر الاقتصاد، يعني المحلات اللي فيها أطعمة مجمدة، المعامل، المصانع، كل وسائل الرفاهية، غير إنه إحنا لن نتحمل الوضع الموجود. فكان لدينا تفكير معامل دراسي، لو أصبح لدينا شبكة ذكية من خلال سمارت ميترز، وإنه كان أنا فقط تحكم بالمكيفات، وإنه أخذنا دراسة على أعداد المكيفات في المدينة، إنه لو اصبحنا مثلا عندما مع جهاز مراقبه للاحمال اذا اقتربنا من الحد الاعلى المسموح لنا، تقوم الشبكه الذكيه باطفاء الكمبرسر للمكيفات بنسب معينه، يعني مثلا 10% من المكيفات تغلق لعقد 5 دقائق أو 10 دقائق، ثم دوري. واذا احتجنا اكثر ممكن 20-30%، واغلب المواطنين لن يشعروا انه هنالك اغلاق للمكيفات. حتى لما عملنا استبيان على مجموعه من على عدد كبير من الناس، انه عندك مانع لو طفينا لك المكيف ربع ساعه وما تقطعش الكهرباء، قال 100% من الناس فيها الرئه، لانه لما تقطع الكهرباء 4 ساعات مش مكيف ولا في كمبيوتر ولا في ايش ولا في مروحه. فاذا كان اتصل الموضوع على المكيف مثلا اللي هو بيعملنا المشكله الكبرى، فهذا قرار ذكي جدا. فتستطيع الشبكه الذكيه من خلال البي ام سيستم الموجود انه احنا عن طريق اشاره عن طريق الانترنت